الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محدثكم خالد السعيد، أناقشات المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آراءكم في خانة التعليقات وتقييم المقطع بالضغط على زر الإعجاب، ولدعم القناة فضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. الجانب الترفيهي يعتبر من أنشط الجوانب خاصة في منصة اليوتيوب، مع الأسف الشديد يجونك بعض الناس يستخدمون قنواتهم لطرح بعض المحتويات اللي قد تساهم في التأثير سلبيا على المتابعين. وخلونا نبدأ بالأمور اللي قد تؤخذ على أنها رفاهية، ونتدرج بالمستويات من الأسوأ حتى الأقل سوء، واللي مقبول واللي يعتبر أفضل وسيلة للرفاهية. فأسوأ نوع من أنواع الرفاهيات وخاصة في منصة اليوتيوب هي مقاطع المقالب. فمقاطع المقالب في الغالب ما تعكس إلا سذاجة صاحبها، إلا إذا كان صغير في السن وغير بالغ أو حتى ما وصل لسن الرشد، فهذا ما تشرح عليه. لكن المصيبة لا شفت رجال وأشناب ويتصرفون أحيانا تصرفات لك عليه. واحد القنوات المهتمة بالجانب الترفيهي هي قناة فهدان، وسوى مقلب بأخوياه ويحط لعبة في بريق الشاهي. طبعا وش اللعبة ذي؟ عبارة عن ضاطور، أو بعض الناس يسمونها ضعراط، أو بعض الناس يسمونها أبو بريص، أو يعني لها أسامي كثيرة. المهم حيوان الوزغ هذا السحلية، والمقلب بصراحة قد يشوفونه الناس عادي، لكن المشكلة أن البلاستيك لا أنحط في مشروب ساخن زي الشاهي على سبيل المثال، قد ينقل بعض المواد الخطرة زي الشخص اللي تمقلب في المقطع. فيوم قال حسيت بطعم بلاستيك. المصيبة خويهم الثاني قام سواها زحمة وزعل، وإلا ببلغ على البلدية. وخويه فهدان اللي مسوي المقلب جالس يقنع فيه، بس ذاك مصر. لكن لو انتقلنا المقطع اللي بعده، فأثر فهدان معه شلة أخويه. واحد من أخوياهم يقال له فيكسز، وعلى أنه بيعلم فهدان وشلون يسوق سيارة بغير عادي. طبعا من صار اللي مسوي المقلب في الثاني فهدان اللي ينقال له ما يعرف يسوق المقلب بسيارة فيكسز، قام حن في أم المو ترحن، بغى يكسر الجير. بس اشون المقطع مشى استهبال، ولو انه في نهاية المقطع خربوها ويوم قاموا يجلدون فهدان. لكن اللي كلها صدق فيكسز، فقناة وينج مقلب صاحب قناة فيكسز بانهم ياخذون كفرات السيارة وينقال لهم يبيعونها ويشوفون ردة فعله. طلع فيكسز وشحليله، لكن في النهاية ما تسوى عليهم فكت الكفر وشيلته وذا المشوار اللي راحوا لأكثر من محل. لكن انتقلنا للمقطع اللي بعده، وهو اللي صدق قد يكون مقلب الموت واللي ختم أم السماجة، هي قناة دستور. سوى مقلب في واحد من أصدقائه وحاط مصيدة جراذي مو بفيران. أنا أول مرة أشوف مصيدة فيران طولها حدود 30 سنتي، عاد وين حاطها هو الله يهديه؟ عند مكان الدعاسة. لا، وصاحب قناة دستور جاي عند الشباب اللي هم أخوياه وفرط أم الدعوة، قال أنا بمقلبكم. وأخوياه مدري شون استجابوا الموضوع، معنا قال لهم افصخوا أحذيتكم الله يكرمكم يكرم السامعين وادخلوا الموتر وفيه مفاجأة. قالوا هي مفاجأة ولا مقلب؟ قال مفاجأة أهو مقلب، يعني يلا خرب على نفسك. المهم دخل واحد وانصفطت مصيدة الفيران في رجله، وصدق هذه ما تسوى، لأن يجيك بزر من ذا البزرين ويروح يسويها في أخوه الصغير، ويلا عاد هذا لا جاب مصيدة جراذي يبتر أم أصابع أخوه الصغير، ورأس مال أمها على مقلب ما يسوى. لكن خلونا ننتقل من المقالب للتحديات، يعني شيء قد يصير أخف. فقناة ونتيد مسوي تحدي مع أخوياه اللي هو تحدي ولا كلمة زي ما هو مسميه. فوش يسوي؟ يقوم يسوي إشارات وهم لازم يتوقع قعان وش جالس يقول. التحدي قد يكون جميل ومقبول، بس اللي شين أم الدعوة الضرب اللي ما له داعي. يعني يقدر الواحد يحط شيء تحفيزي بدل العقاب، فلوس ولا عشاء ولا هدية رمزية بدل ذا الجلد. ونفس الشيء يجيك بزر يروح يسوي نفسها تحدي مخيس وسطر اخوانه واحد ورا الثاني. لكن انتقلنا للقناة اللي بعدها، مع انها قناة صراحة بطلة، وهي قناة هنودي اوسم. ولو انه الله يهديه يدخل احيانا في امور ساذجة مثل الاغاني والتحديات زي المقطع اللي بنتكلم عنه، فهم سوي تحدي مع اثنين من اصحاب المحتوى في منصة اليوتيوب اللي هو صاحب قناة زد شو زد وصاحب قناة توبس. عاد الثلاثة ما شاء الله عليهم محتوياتهم كلهم يعني مقبولة، ونقدر نقول الى حد ما جيدة، خاصة اساليبهم الثلاثة تعتبر اساليب ناس في عمرهم، يعني ما تحس انهم يتصرفون تصرفات البزارين. فالله يهديه مهند مسوي تحدي الضحك. فوش تحدي الضحك؟ تفرجون على مقطع واللي يضحك ينجلد، والمشكلة هنا الجلد. المفروض الواحد ما ينطق، ليش؟ لان قد يشوفك واحد ويروح يسوي نفس السوات في واحد ضعيف، ثقافة تطق ذي فكونا منها. لكن الصراحة اللي بيشوف قناة هنودي اوسم بيلاحظ انه عنده محتويات جيدة، مثل انتقاد المحتويات السلبية في منصة اليوتيوب. لكن ان رحنا للتحدي، الصراحة ودك ذا اللي توجب نطاريهم ولا غيرهم من حقين التحديات يدخلون بالامور هذه. فقناة 15 ثانية سوت تحدي طبخ في اقل من 15 دقيقة وشلون تصلح باستا، والصراحة شيء ابداع. لكن ضاق صدري يوم جاء اخر المقطع وقال خلنا نطلب شاورما، يعني كان زودت الكمية شوي ولا اجلت طبخة ما تستاهل. لكن الصراحة
صراحة تحدي ما له مثيل، ودك الصراحة نشوف شيء إيجابي زي كذا. لكن إن رحنا المحتويات مهتمة بالرفاهيات لكن ما لها علاقة بتحديات والمقالب، وهم اللي يهتمون بالجانب الفني مثل الرسم على سبيل المثال. فقناة مجدي سوى تحدي مع المتابعين في إنه يخترع شخصية ويخلي الجزء العلوي يختلف عن الجزء السفلي للشخصية، وما شاء الله رسمه إبداع. ولو الصراحة إن ودك يكون العمل رقمي أو يعني زي ما يسمونه رسم الديجيتال، لعله يوفر عليه قضية الإضاءة والأنوار وحتى يسهل عليه تسريع المقطع. وفي قناة أخرى توها بادية ومهتمة ثقافة الأنمي وخاصة المانجا، وهي قناة ليو آرت، وليت يستمر إذا وده القناة تكبر أسرع وأيضا يركز على الرسم الإلكتروني أو الرقمي، لعله يوفر وقت وجهد وأيضا تكلفة، لأن تعرفون أقلام رصاص وتلاوين والإنارة والمساحة كلها تكلف الشخص. فكويس أن الواحد يشتري اللوح أو القلم السحري اللي يقدر الواحد يشبكه على الأجهزة ويبدأ يرسم. والصراحة في قنوات واجد لهم اهتمام بالرسم، لكن مشكلة أكثرهم يحطون موسيقى أو بعضهم يكون مقطعهم جدا قصير وما يتعدى 5 دقائق. فمشكلة الموسيقى هي حقوق النشر، لأن في الغالب اليوتيوب إذا شاف المقطع فيه موسيقى لها علاقة بحقوق النشر قد يقلل من ظهور المقاطع أو حتى يزيل المقطع بأكمله. لكن في قناة مهتمة أيضا بالجانب الترفيهي وخاصة في الرسوم المتحركة أو اللي يسمونها الأنيميشن، وهي تعتبر من القنوات الصاعدة في منصة اليوتيوب، وصاحبها يهتم بمشاركة أفكاره من خلال الرسوم المتحركة. فقناة ويليكس نزل قصة عن هروبه من المدرسة وأيضا قصة أخرى نكب فيها واحد علشان ما يطيح بمشكلة، والصراحة القصة الثانية عدتها 3 مرات علشان أفهمها، لكن شغله ممتاز وليته بعد يطول المقطع زيادة. عاد على طاري القصص، في واجد من القنوات اللي الآن في منصة اليوتيوب قامت تركز على جانب القصص، مثل قناة برايك الشلوي اللي جاب قصة عن أبو مقلب عياله وهو متوفي. عاد أنا ما ودي أحرق عليكم القصة، وأيضا للي يحب القصص الصغيرة والمختصرة فقناة عبد العزيز الزير يتكلم عن بعض المواقف في الحياة، وجاب سالفة رهيبة الصراحة الشخص كان يتسلف وخذ الدين ولا قدر يسدده. أما لو انتقلنا لنوع ثاني من أنواع المحتويات الترفيهية، فلا شك أنكم تلاحظون أن الأشخاص الراشدين وحتى الكبار في السن يهتمون بالجوانب الأدبية مثل الشعر وحكايات الماضي. فقناة ساير الجهني عرض مقطع لجلسة أدبية مع الشاعر سلطان النحاوي، وكان يتكلم عن سوالفه وهو صغير ومن ضمن السواليف يوم كان كداد. لكن خلونا ننتقل للمستوى أرقى منها شوي، وهو أن تكون الجلسة والجمعة هدفها الرفاهي تبادل المعلومات طريقة عفوية. فقناة مكتبة الملك فهد العامة في منصة اليوتيوب عرضت دورة لقيادة الحياة الزوجية، وهي دورة عبارة عن حوار وسواليف بنفس الوقت، يعني حتى اللي بيتابعها على طول المقطع بيلاحظ أن الشخص اللي يلقي الدورة جالس يتناقش مع الجمهور. فتكلم عن مبادئ الحياة الزوجية وتكلم عن الركائز لسعادة الحياة الزوجية وأيضا غيرها من المعلومات مثل أساسيات العشرة بالمعروف وغيرها الكثير. لكن مريت بلقاء آخر في قناة منتدى بامحسون الثقافي، وكان عندهم مقطع الصراحة أنصح الجميع أنه يتابع المقطع أو اللقاء هذا، اللي هو بعنوان تطوير المجموعات العائلية من التنظير إلى التطبيق. وتكلم وائل بن سعد الراشد عن نظرة المجتمع عن المؤسسات التجارية، وتكلم عن تطوير المجموعات العائلية على الإنتاج، فيكون عند الأسرة بناء ثروة مستدامة ولا يقتصر تطوير الجانب التجاري بل حتى الجانب الخيري. فهدف المنظومة التجارية هي مواجهة التحديات واستثمار الثروات. وتكلم أيضا وائل بن سعد الراشد عن الادخار، وتكلموا بعض الأشخاص في الحوار عن توقف التنمية عند جيل ولا ينتقل للجيل اللي بعده هو، ففي الغالب ما تلقى أبنائهم يكتسبون منهم المعلومات. وتكلموا أيضا بعض المحاضرين عن التربية الاستقلالية بدلا من الاتكالية، وهذا اللي كنا نقوله احنا في مواضيعنا ومقاطعنا السابقة عن بناء الأسرة، أنها تكون مستقلة بدل ما أنها تكون متكلة على المؤسسات والشركات والجماعات. ولا ننسى اتكال الناس على مسيرة التعليم النظامي، وفي النهاية يبون أحد يوظفهم ويشغلهم. عد على طاري التوظيف والتشغيل، فقناة جامعة بيشة في منصة اليوتيوب تنزل محاضرات ودورات ولقاءات اللي تكون موجودة في الجامعة، ونزلت مقطع عن طرق الحصول على وظيفة من خلال مشروع هدف اللي أطلقته صندوق تنمية الموارد البشرية. فمشروع هدف بعد ما يسجل فيه الشخص يحدد الأهداف الوظيفية اللي هو يحتاجها، ثم يعطونه عروض للوظائف وبعدها يتقدم للوظيفة. فهدف اللقاء أو المحاضرة أو الدورة عن شرح عجلة التوظيف، ففي اللقاء يكون فيه مشاركة بين الأشخاص الموجودين أو طلبة، ويتم شرح العديد من الأمور مثل أنواع القطاعات اللي توظف والأسئلة المهمة اللي بتحدد هدف الوظيفة، وأيضا تكلموا عن السيرة الذاتية ومحتوياتها وأنواع المقابلات الشخصية وطرق التحضير لها. لكن اللقاء اللي فعلا ودكم تتابعونه القناة تيد أو اللي تعرف بالإنجليزي تيد توكس، فقدم سامي الحصين كلمة عن أهمية التقنية
التقنية وكيف أنها يسرت الحياة وسهلت المصاعب، وتكلم عن منصة رواقة تدريبية وأيضا حث على العمل الحر بدلا من الوظيفة، وقال مقولة صراحة أعجبتني لمؤسس إيدكس، يقول: ستصبح الجامعات متاحف وسنريها أبناءنا لنقول كانوا أجدادكم يدرسون فيها. المشكلة أنحن من بقايلين أن أجدادنا كانوا يدرسون فيها أو أجدادهم، إحنا بنقول أجدادكم كانوا يضيعون سنين فيها. هذا ما هي بدراسة، أقعد 4-5 سنوات أدرس، استهبال ذا. لكن أحد اللقاءات أو الملتقيات اللي ينبغي أن يتوجه لها الأشخاص بهدف زيادة الخبرة والترفيه على النفس، فالرفاهيات ما هو بشرط أنها تكون بالملموسات، فالحوار والحديث في بعض الأمور قد يكون أفضل نوع من أنواع الرفاهية اللي يلجأ لها الأشخاص من قرون. لأن لو فكرنا في الماضي، فاللغة هي الأساس اللي يتواصل بها الناس، فلا شك أن الحديث هو اللي كان يرفه الجو بين الناس. فقناة أكاديمية الحوار الوطني عرضت ملتقى بعنوان الأنماط الشخصية في التدريب، قدم فيه سعود العمير ومحمد الخالدي حوارهم الممتع واللي كان فيه تفاعل مع الحاضرين. أما لو انتقلنا القناة ديوانية الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، فعرضت لقاء عن دراسات الإبل وتقنية الحديثة، وتكلموا في اللقاء عن تاريخ الإبل والآثار البيئية والصحية وطرق تربيتها، وحديثهم فعلا كان شيق في الملتقى أو الديوانية، وتحس أنها كأنها جامعة أسرة لكن أرقى، لأنهم يتناقشون أو يتحاورون في أمور أهم من التفاهات أو بعض الأمور اللي ما لها وزن في الحياة. وننتقلنا القناة الثانية وهي قناة عمر ذيبان، فصراحة متابعة مقاطعه فعلا متعة. أنا وأنا جالس أتفرج المقطع اللي نزل عن أحافير وآثار الرموز اللي موجودة في الجزيرة العربية، صراحة ما كان ودي المقطع يخلص، ولو أنه كان يعني مو مرة طويل، بس أعجبني. ويليت يصير فيه لقاء آخر مع الأستاذ يحيى اللي مهتم بهالآثار، لعله يعطينا تفاصيل أكثر ومعلومات عن هالموضوع. والصراحة فيه العديد من الثقافات الرفاهية، لكن يمكن ما تطرقنا لها بعمق إلا أننا تكلمنا عن الأكثر انتشارا. لكن ودي تشاركون آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، ولدعم القناة يفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد.